نحن اليوم بهذا الحوار نمد الجسور البناءة خاصة بمنطقتنا العربية بالشرق الأوسط حتى نؤسس إن شاء الله لمرحلة جديدة لأجيالنا القادمة بأننا نحن وأخواننا في من أهل الكتاب معا وجنبا إلى جنب بما يخدم الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.